موافق على كلامنا الأول، الطفل طبعا العصبي والطفل العنيد طبعا الصفات دي بتكون مكتسبة ولا هما خلقهم ضيق كده خلقة ربنا؟ طبعا. واحنا لو قلنا ان هو خلقهم ضيق خلقة ربنا، احنا بنتنصل من المسؤولية. يعني ده بيكون بصراحة اسهل للأب والأم، يقول لك لا احنا ملناش دعوة، هو الواد ده من يوم ما اتولد هو كده. ودايما بتسمعي الأم، أي أم، تقول لك طب ما أنا عندي غيره أطفال وهادين، اشمعنى هو يعني اللي طالع عصبي؟ ما هو مش كل الأطفال عندي زي بعض، في أطفال كده وفي أطفال كده. وده بيخلينا ناخد بالنا ان مش شاور لي عليهم الاطفال الهاديين دول، انا ما شفتش ده موجودين لا موجودين موجودين اهل كتير بيقول لك ايه والله ده تحديدا شكل مختلف عن باقي اولادي، انا اولادي كلهم هاديين وكويسين ولطاف وبيسمعوا الكلام، ده الوحيد اللي طالع بشكل مختلف. وده بيدينا انطباع ان هو يعني ممكن يكون في استعداد معين في صفات الطفل الطبيعيه. في حاجه اسمها التمبرمنت، التمبرمنت او السمه المزاجيه المميزه. الاطفال بيتولدوا بسمات مزاجيه مختلفه. لما جمعنا كده بعض السمات لقينا ان في ثلاث اشكال كده يعني ايه رئيسيين، من ضمنهم ان في ايزي بيبي، طفل سهل كده ولطيف ويعني بيسمع الكلام وهادي وتفاعله مع الامور كده بياخد الامور ببساطه مرحليا، وحتى من لا حتى من هو صغير تلاقيه كده لما بيعيط بيعيط مثلا للشديد القوي بيعيط ايه في حاجات معينه. في طفل تاني بنسميه ديفيكالت بيبي او طفل صعب شويه. الطفل الصعب شويه ده بتلاقيه ايه سهل ان هو يغضب، سهل ان هو يتعصب شويه، سهل ان هو يحبط، بيتفاعل مثلا مع الحاجات الجديده ما بيتعودش عليها بسرعه، لما يتحط في موقف غريب عليه مثلا ما بيهداش بسهوله، ما تعرفش تهديه بسهوله، بيكون مثلا عنده عدم انتظام في النوم، بيكون مثلا انرجيتك شويه وعايز يتحرك كتير، يعني اللي هو ده بنسميه ديفيكالت بيبي. وفي طبعا انواع مختلفه من الاطفال ما بتنزلش في الكاتيجوري دي. طيب الديفيكالت بيبي بقى او الطفل العصبي، وهي دي النقطه اللي انا عايز اركز عليها، يعني هل كده يا دكتور المفروض ان الطفل بيتولد عصبي هو كده من يوم وكده طبيعته ملوش حل؟ لا، هو مبدئيا اصلا يا جماعه الديفيكالت بيبي ده 10% من الاطفال مش اكتر من كده. يعني استحاله كل الشكاوى اللي احنا بنسمعها عن الطفل العصبي دي تبقى الطفل هو اصلا مولود كده. ايوه دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يعني فعلا اصلا في مصطلح اسمه في الطفل العصبي، يعني احنا نقدر نكاتيجورايز او نقدر نصنف الولاد على طفل عصبي او طفل صعب المراس وطفل اسهل او ايزي جوينج؟ يعني طفل صعب التنشئه او طفل سهل التنشئه. لكن هو اصلا كون ان هو سهل التنشئه او صعب التنشئه دي مش معناها انه بالضروره هيكون عصبي في النهايه، لان على حسب التنشئه اللي انت هتقدمها له ايه. يعني هو كل الفكره ان الطفل اللي بيبقى صعب المراس شويه ده بيبقى محتاج مجهود منك اكتر في دورك كاب او دورك كام. انت هتبذل مجهود شويه، وفي نفس الوقت انت لو بذلت مجهود على فكره هيكون مستوى احسن من الطفل الايزي، من الطفل الهادي او الطفل اللي هو الطفل السهل ده. الطفل الصعب بسبب ان هو انرجيتك وبسبب ان هو مركز وبسبب ان هو يعني ذهنه حاضر في اغلب الاوقات، وده اللي يمكن بيخليه ساعات عرضه ان هو يكون بيتفاعل بقوه مع المثارات الجديده عليه. لكن هو الطفل ده لو هو اخد اسلوب تربيه كويس جدا وقدرت ان انت فعلا تتعامل معاه بشكل سليم بيكون مستواه احسن، بيكون انجح، بيكون اكثر قدره من على الطفل النجاح في الحياه من الطفل الايزي. فعلا. ففي النهايه هي مش ازمه، يعني هو في النهايه زي ما قلت كده في الانترو هو صلصله اقدر اشكله زي ما انا عايز بالظبط. ازاي بقى ما سيبوش يكبر كعنيد ويكبر كعصبي واحوله؟ ده سهل. انت بتقول ان هو بينفع يبقى كده، لكن الموضوع ده هل يبقى سهل؟ زي ما قلنا ان هو اكثر عرضه انه يبقى عصبي، لكن هو مش عصبي بطبيعته. يعني معلش حتى الديفيكالت بيبي ده ما هوش بطبيعته عصبي، لكن هو اكثر عرضه انه يبقى عصبي. حتى الطفل الايزي ممكن يبقى عصبي على فكره، على حسب بقى اسلوب التنشئه او الموقف اللي هو اتعرض له، هل هو اتعرض للاسباب اللي بتخليه عصبي ولا لا. أيوه. طيب انا بقى محتاج عشان اعرف اتعامل محتاج افهم الاول الاسباب. ايوه بنقول اذا عرف السبب بطل العجب. الطفل العصبي ده بقى عصبي ليه وبقى عصبي ازاي؟ خلينا متاكدين ان مفيش حاجه بدون سبب، والطفل برضو لما بيتولد بيكون صفحه بيضاء واحنا اللي بنكتب فيها. ايه الاسباب بقى اللي ممكن تخلي طفل يصبح عصبي؟ غالبا الاسباب كلها خلاص احنا اتكلمنا عن طبيعته دي، خلاص جزء ان هو مش بالضروره انه يكون عصبي، لكن في اطفال اسهل ان هم يكونوا عصبيين ولكن مش بالضروره. طب ايه بقى اللي بيحصل بعد كده؟ احيانا طبعا واهم سبب واشهر سبب اول ما بيجي لنا كده الام تشتكي مثلا او اب يشتكي من طفل عصبي بنقول له طالع لمين؟ على طول